ممكن الموسم ذا ياخذ الدوري، لانه في اسماء كثيره. الدكه الحاله فريق، دكه الشباب ذا فريق. كهرب ايه تحت كذا، حاولنا كريم فصلنا الكاميرات هذا يشتغل. اي ما جي سفيد الكهرب ما باش حنسن حقك تصور المباراة غريبة. بعدين مش حمد تنقل لي اشحنها ليه هذا عندي زي دي السورة اسمعطيه لنا شيء كان انا عندي ناس حقتك ذي ما استخدمها. انا مشكلة الكانون هذه تفصل المباراة. انت على كيف؟ ليش؟ انا مشكلتي انا ابغاها هنا هذه تجي مقطعين. حتى هنا يديك تسوي مقطعين على الدقة. اذا الدقة تفصلها. صراحة عندك مدرعة؟ عندك مدرعة بالضبط نفسها. اوريك يا جماعة تجي مقطعين بعدين يديك مقطع واحد. والله. والله هي تخلى على الدقة نزلها. مشكلتي انا مع ما ترى اساسا ما مصور فيديو. بس جابنا التعاون مصور فيديو. كنت اصور درجة ثالثة انا. كنت اصور درجة ثالثة. فوتوغرافي انتشر مقطع للنادي اللي انا اصور فيه يحسبون انا اللي مصوره. دقوا على قالوا تعال نحتاجك كذا وجيت وتعلمت صرت كويس صرت معلم بالفيديو. الحمد لله الرزق عند ربي. والله اني عارف المصور اللي مصور المباراه صرت اشكره. ولا قال لك شيء؟ لا هو اساسا مجتهد من نفسه فعشان كذا ما عارف كاميرا الفيديو. صورت في المباراة ذي وقفت على طول. لاني اروح ادمجهم وانزلهم من شو اسمه هارد ديسك وحالتي حال. مشكلتها زينتها هذه ان شحنها هذا فللتها صورك المباراة كلها. هذه لا كنت بنص المباراة اشحنها. شوف جاء مغلق ترى معي انا بس بنص المباراة لازم اشحنها. أنا بنزل تعب عشان يا رب جبل الجبل. يعني ما تشحنها بالفندق شيء؟ ما تشحنها بالفندق؟ شحنت بالفندق بس قاعد أجرب. تشحن 100 دقيقة بس في الكاميرا. تصوير مرة كويس ترى في ناس يسبونا والله يسبونا قسم يقولون حر تعال بشتة والله اني اجيب معي فروة هنا بشتة برد هو مشكلته هنا هذا الطربال الفوقي يخزن حرارة بس زين بشتة بعد من الشمس يخزن شوي دفاع دفي شوي فين الجو ذا الحين هذا حر الجو هنا بالليل فخم عندنا الحين النهار ما حر حر عندنا بالنهار سيء جدا بالليل تصل درجة الحرارة 19 بس بالنهار لا 40 35 تسوي احسن من ايش اسمه الدمام اجواء جيتك اليوم برينا هاجر
كان هنا عندنا بشتة حنا أو آخر شتة تقريبا، كان برد عندنا، جايين كلنا لبس شتوي كذا، يوم دخلنا وش ندخل موت، قاعد نسبح كل شوي والله. أول مرة يمر علي حار كذا. يطبون انك تسمعهم الحكم ها؟ ليه؟ اي بس ترى اساسا ما ينزل لين يصفر له الحكم يقول هذا معروف في 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 دكاتره ليش ينزلون هم؟ في الحالات الصعبه مره هم ينزل تهبطون فيها حق الناشئين هي كانت قدامنا خبرات كانت قدامنا وصلنا بعد كروتها ما ادري احنا نذكر الناشئين العام هبط الطاهي ايه هبط الطاهي ما يستاهل الطاهي ما يستاهل صراحة قدر النادي كله في اسماء معينة بس النادي كله النادي اغلبه قذر دائما كل ما رحت تهاوش معهم ترى كل ما دائما تهاوش معهم بالتصوير يضايقون بالمكان يعني تخيل كنت مكان مخصص مصورين يجيك فوق 20 شخص مشجع يضايقون كذا ياخذون الكرسي حقي يبغوني اتضايق بالتصوير كنت حد سيلة أتكلم عن الموضوع ولكن أصبر أنا أخذ شغلي وشغلي أقدر أكلمك ولا لا بس إنه ما أدري إيش أقول الصراحة الشخص هو نفسه غير ما أه
والله ما عمركم لعبت مع الطاي انتم؟ شفتوا شو يسوون ملعبهم؟ كيف يضربون؟ ما يا يعني نفوز نخير. والله غريب الصراحه. لا ما هم شفت نسوا الطاي. امس عرعر سواها، عقب مباراة تهاوش صارت مشكلة. تضاربوا هو الجهاز الفني والاداري و صارت هوشة كبيرة. نظامهم بالكروت مرة شيء. يبغون نفس الفريق الأول كذا يصير. بس مرة سيء. صراحة سيء مرة. مرة ترى ضيق صدري كثير، مرة ضيق صدري يا مرة، والله مرة ضيق صدري. الموضوع اللي صار ما عاد شو السالفة. انا اذكره من العام، بس من العام اذكره، بس ما ادري قبل مجد ولا لا. في شو اسمه، في محارس جاي ينام السنه هذه حق الطائي. ها ما درى، خذوه ما درى. اما النظام الحين ما يحق النادي يرفض اللافات السنيه وكذا، فقعوا مع التعاون بهدي الطاي. انصدموا، كان الطاي معسكر بالقصيم هنا الموسم الجديد، ما صعدهم ممتاز. فكان شغال كويس. هو مشكلتهم عندنا سلبية واحدة بالتعاون نفسه، انه ما قليل يطلع لاعبين، قليل مرة الصراحة. انا كان جان تحدي على العام، قالوا لي من برا النادي، قال انت الحين لك سنة مع الفئة السنية، لك سنتين مع الفئة السنية، وش الاسماء اللي تعطيهم كويسين وبينفعون؟ حطيتهم اربع اسماء كلهم الحين موقعين عقود احترافيه مع النادي. واحد راح اتحاد الحارس، تعرفه اسامه مرمش.
هذاك هيم من الحين وذاك بيرفع نفسه. شوف الحين حسن ذاك اللي عنده الراية ذاك مدافع وقع عقد احترافي. باسل هذا شوفه كنت عارفه باسل هذا اللي عنده الكورة الحين. ومن بعد لا حسن كويس قلب كويس. الحين عبد الملك هذا العياري رقم 55 يفوضون الهلال كويس جيد مرة. صادوه فريق اول الحين بالفريق اول من الناس الشباب مو بالعام قبل العام وثلاث لاعبين نواف الرشودي ومطيري فيصل مطيري وسعد بعبيد وفي الحين الجديد اللي اليوم السنه دي صاعد لهم يعقوب. هذول اربع اسماء اللي انا لحقت عليهم صورتهم كلهم بالفريق اول بس انه يلا يدخلون احتياطي. يعقوب بيدخل احتياطي كل مباراة يلعب بديل كبديل كويس. يعقوب نواف ما يلعب بالعبيد مدافع يلعب مرة أساسي مرة شكرا.
Thank you.
انا دايم اوقف كذا هاي تو ما هي مره ولا مرتين من هنا اريح من شفت هناك راح هناك ارجع للزقاله ترى من برا الملعب لا كذا تهز هذه احسن اقل شيء Thank you.
الاسم اللي صوت لي انا ما ادري منه. ها؟ صوت لي باسم اسمه ثاني. انت تعطيني نفس النفس اللي قالت موجوده فيها؟ ها؟ كل سببت انه في التعاون اللي تعلم. التعاون هو اقدم من بسنه، اللي هو 4 سنين اللي 3 سنين. ايه. ايش رايك انا اقول هو يقول يعني هو تشوف الحين وانا ما كذا. مشان هو ضاع. مره. سوي قص معده هو.
ادري ايش اقول الصراحه، كان خلاص مباراه ومخمخ زين كذا تكتك صح، لان الحين انا مركز مره المباراه. جاي لي كفيها ولا ما تفاح؟ ها؟ جاي لي كفيها ولا ما تفاح؟ منو؟ هي كاميرا. شحنت ولا لسه؟ هي تفضل على اخر شيء. وش البزن الان؟ تابعنا الكرة بعض المرات ينفع الفريق أو ينكب الفريق. هذه بنت إداري تاكسي من إداري ماشين. سامي مشكلته مشكلة. يا دام ما
الو. لا اله الا الله محمد رسول الله. وش 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 اللي خلاك تفضالي الحين انت؟ والله 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 بكره لا رد، والله والله لا ارد بكره جوفي. دوريك طيب الحين اوريك. والوعد الوعد بكره، الوعد بكره انا فاضي ما عندي شيء، حتى معي اجازه، عندي اسبوع كامل اجازه عن الدوام حتى. صح ما يخالف اجيك وقت ما انساك. هذا انا اقول لك ايش اسمه، اصبر انا ضايع مع البنت اللي تحت. اي واحد من اداريين الفريق جاي النادي جايبين البنت الصغيره صورتها بسناب. شوف ايه ليه؟ لا والله انا احب زلان والله مره. لا والله ما عشان اموت فخر بزلان. ها؟ ما اقدر اتكلم. دقيقة. لا بس انه لا لا ما ادري كيف اقول لك ايش سوى هو وش ما سوى اساسا، فصار شيء كثير لا نمحي، بس هذا اللي بيصير يعني. طيب وش سوى؟ طيب وش سوى؟ وش سوى؟ حلو. يا سلام. حلو. يا سلام. ايوه تمام. تمام تمام. تمام. ايوه الو Yeah.
مشكلة والله، ما أدري إيش أقول، ولكن هذا أنا هذا سوى تغير أسلوبه فجأة. يا ساتر، كل ذا موجود. أنا والله تغير الأسلوب فجأة، تغير الكلام، بدأ ما يكلمني بدأ يزبد لي يلا يلا شو اسمه أشهد لا إله إلا الله، بدأ يتغير بكل شيء. يعني تخيل كانت تصورك وتتكلم، أول شيء كنت أنا متضايق زعلان، فجأة أقلبها وعلي زين، أرسل له ما يرد وما يتكلم، يفتح رسائلي بس ساعات، فجأة الجو يدخل ببجي يلعب، يعني يلعب ببجي ما يرد على رسائلي. أرسلت له ببجي، أرسلت له ببجي، ما يرد، يلعب مع تيم واحد طبعاً كله ما يرد. يلعب شي ساعة معهم. كنت ارسلت بوب يا شيخ مرض، قال لي بعد ما ارسلت ونزلت عليه الكلام قال انت ايش تبي؟ انت ايش تبي؟ قلت تمام، لا تزال من الشيء اللي بسويه، انا حذفته من اللعبه، بس ارسلت لها كلام كثير. لا ما تبغى تتكلم، المهم وحاول اسحب كلام ما في. قلت له وقت تهاوش وتكلم كلام يرد على كلامي كله اوكي تمام اوكي تمام كذا نرفزت انا، نرفزت مره. دقيقه قلت لك مره ثانيه. هلا وصالح، هلا وغلا، تمام اللهم لك الحمد. وبريد اسم مش عندك بس نقول مكي شلون نقول ايه قبل شو دخل مرور نكتة تنقل مكي تكمل ايه تمام. طيب طيب لا عندي واحد، عندي الرئيس على محمد حبيب أكلمه. رئيس على محمد حبيب ذا لي كل علمه. اصبر فهد، انا الحين مشغول عندي مباراه تصوره، اول ما خلص مباراه بكلمه زين. يبي لي يمكن باقي الحين دقيقه 65، كم تخلص مباراه 90 يعني احسب كم يبي. تمام يا رب. ايوه تمام. طيب المهم اخر كلام انا ارسلته وقلت له انا خلاص يعني ما اقدر اتحمل اني اشوفه ذا، تحملت كثير. عندك حلين، الاول انك ترد علي كل شيء موجود بصدرك، يعني تعلم من سالفتك، تخلص لي الموضوع، نتفاهم ونحل المشكلة، أو إنه ما تقول يلا ما أبيك وما أبيك شيء، بس أقرأ الله معك. والله
المباراة شوي. إيه مركز المباراة قبل لك أصور صعبة. أوريك والله لا أردها قسم بيت الله ربي لا أردها. يا شيخ أنا احنا بنفوز احنا لازم ما لي اللي بحذف هذا خلاص ما انت الموضوع مشكلة. شو قولي انا رهيب بس انت خفيفة سوي أكيد بتفضل يعني كم شهر قاعد أتعرف أنا الشخص من زمان أعرفه أكيد شو أسوي شوي مو مرة والله مو مرة الصراحة والله مو مرة شوف والله مو مرة لسه ما صار في نقاش كثير ما هذا أساسا أسبوعين دراسة وأدري إيش يعني السالفة كلها إنه هي نفاتها أخبار وحملة المعلومات يعني تحملات الاختبار فحطت كل شيء علي وإني أنا ليش ما هم عن الموضوع أو إني بس زعلان إني بس حاطة ليش تك ليش ما بس هيك هو ما نت هي تقول أنا ما حسيت شيء ما صار كل حاجة أنا سويت أنا مسويت شيء أنا مسكت أنا عادي مسكت متصابر على الموضوع اللي صار متحمل بس مو معناته إنه ها أيوة يا سلام اللي قلبه طيب يأكل كذا من الآخر لحول انا حطيتك منهم لحول طيب انا اتكلم عن نفسي انا اقول عن نفسي انا يعني وانت يعني قل لي كنت معانا يا انت ما تعبت ما تضايقت خلاص ولكن أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك كذا لا ما دايما تركت ببجي لعب ببجي لا خلاص ما في مواد اشياء جديدة ايه هي اللي تعرفني على ناس جدد لا ما نطلع كذا زين سالفة طويلة هذا تعرفت عليها ولعبنا وكذا فقالت وهي تعرف ما عادت كثير انت في الساعة 9 قصدي بموت من الضحك انا المهم وش اسمه
وهو عنده تويتر حقي رسمي تويتر، تعال على ببجي تعال كذا كذا كذا. بعد فترة قال أبغى أكلمك برا ببجي، قلت أنا تمام. قال لي قاتل تمام، قلت تمام قاتل. رحنا التليجرام وصادفني التليجرام، بعد فترة قطعتني سنان، قطعتني سنان، قلت طيب تمام. حضرت سناب وكانت سناب بعد فترة يعني تقريبا قعدت شهر كامل، بعدين قالت لي بألف بقول لك حاجة، أنا فلان بنت فلان بنت فلان من مكان فلان، أنا أعرف فلانة وأعرف أبوة وأعرف خوارة وأعرف المعرفة الصدوية مرة أصحاب يعني. أنا ما أدري شو أسوي، كبت أفلة إيه، قالت أنا بقول بعطيك الحقيقة عشان ما أكون مخبيتين عليك حاجة. بس صراحة ضربت أنا ما أدري شو أسوي، صراحة حل الموضوع هي أنا مخبط الحين ما أدري شو أسوي الصراحة. موجودة للحين عندي وتسولف وتكلم وتضحك ربيع عادي يسمى. الحمد لله يا رب. اللهم لك الحمد يا رب. وبكرة ما في إزعاج يا سلام. بكرة ما في إزعاج يا سلام. يا الله سلام.
Thank you.
جنب الظهر. تدرين لك نفس كل ما الله يسوي. خلاص فهمته. هو المدرب ذا يخاف شوي. والله قاعد حق نفسه. هذا مش شفته نزلت قلت له كيف تبي تسوي؟ ما في لك كلام. قلت بالعكس خليك كل يوم كذا. والله والله يخاف الأصلاً الفريق قدامك يخاف. يدري إنك تبي النقاط. فبيخطي غصب عليه. يا رب كورنين صفر الحكم. بلا انت بعيد عن الكاميرا. كم باقي بقى؟ 3 دقايق. دقيقة. ها؟ واحد بمية. دي ما تنفعك دي Thank you.
دقيقة، أخذ دقيقة.